بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات منها المستثمرة حاليا في السوق المصري أو الراغبة في إقامة استثمارات جديدة، حيث تناولت اللقاءات خطط هذه الشركات للتوسع وأهم المعوقات التي تواجه إقامة استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة الحالية. وأشار الوزير إن لقائه بالمهندس إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية تناول استعراض مشروع الشركة الجديد التي تعتزم إقامته بمحافظة المنيا لزراعة البنجر وإنتاج السكر على مساحة 150 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تصل إلى 550 مليون دولار. وقال الوزير إن المشروع الجديد حال تنفيذه سينتج نحو 400 ألف طن سكر سنويا ويوفر 40 ألف فرصة عمل جديدة في مجالي الزراعة والصناعة، كما أنه سيسهم في توفير ثلث عجز الدولة من السكر، لافتا إلى أن المشروع الجديد يتضمن أيضا زراعة محاصيل أخرى مثل القمح والذرة وهو ما يسهم في سد الفجوة الغذائية. ومن جانبه قال العضو المنتدب لشركة القناة للسكر أن المجموعة الإماراتية مهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة باعتباره أحد الأسواق الواعدة والمحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف إنشاء عدد من المشروعات الزراعية والصناعية ومشروعات تخزين الحبوب في محافظة المنيا ومحور قناة السويس. كما التقى الوزير وبحضور السيد نفديب سوري سفير الهند بالقاهرة بوفد شركة الإسكندرية فايبر وهي إحدى شركات مجموعة إيديتا بيرلا الهندية والتي تعتزم إنشاء مصنع لتصنيع الأكريليك فايبر المستخدم في تصنيع البطاطين والسجاد وبتكلفة استثمارية تصل إلى 110 مليون دولار بمحافظة الإسكندرية، حيث استعرض الجانبان المشكلات والمعوقات التي تواجه استكمال إنشاء المشروع وإمكانيات تسويتها مع الوزارات المعنية. والتقى الوزير أيضا بالسيد دي إس جريمان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار الهندسية وبحضور السيد نفديب سوري سفير الهند بالقاهرة، حيث استعرض الجانبان مشروع الشركة الجديد والمتمثل في إقامة محطة بحرية في ميناء الجميل ببورسعيد لتفريغ السفن المحملة بالإيثيلين المستورد. وقال الوزير أن الحكومة تدعم كافة المبادرات المتعلقة بإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية في مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أن المشروع يعد مشروعا تجاريا وصناعيا ولوجستيا مهما في منطقة الشرق الأوسط. وقال الوزير أنه سيتابع المفاوضات الجارية بين وزارة الاستثمار ووزارة البترول وهيئة قناة السويس والمتعلقة بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن إتمام المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها لدعم المشروعات الحالية والمستقبلية بالسوق المصري. ومن جانبه أكد السيد نفديب سوري سفير الهند بالقاهرة حرص المستثمرين الهنود على توسيع نطاق استثماراتهم بالسوق المصري من خلال إقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، لافتا إلى إمكانية نقل الخبرات الهندية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة إلى مصر. كما شملت لقاءات الوزير لقاء مع ممثلي شركة أوكابيتال القابضة إحدى شركات مجموعة أوراسكوم، حيث بحث مع المهندس تامر المهدي العضو المنتدب للشركة خطط الشركة لإقامة مشروعات جديدة في خمس قطاعات أساسية وهي الطاقة والتعدين وإعادة تدوير المخلفات والنقل النهري وتصنيع الأدوية من النباتات الطبية والعطرية باستثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار. وحول بعض المعوقات التي تواجه الشركة في بدء استثماراتها قام الوزير بالاتصال بكل من محافظي الجيزة وجنوب سيناء لتذليل العقبات أمام الشركة، وتم بالفعل الاتفاق على إجراء مقابلات لمسؤولي الشركة مع السادة المحافظين خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة وبدء مشروعاتهم، كما سيتم عقد اجتماع مشترك للشركة مع وزير الكهرباء لبحث استثمارات الشركة في مجال توليد الطاقة وكذا تصنيع الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة. كما وجه الوزير ممثلي الشركة إلى دراسة المشروعات المقترحة في منطقة المثلث الذهبي والذي يضم العديد من الفرص المتاحة للتنمية خاصة في مجال التعدين.